السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أحبائي في قناتكم الدرس خامس عشر الأعداد العشرية تقديم قراءة كتابة كل شيء عنده تخوف من الأعداد العشرية صعيبة فعلا بالصح بالنسبة للأطفال آه في في الرابع يكونوا بحرا بداو كيتعرفوا عليها هاد الأجزاء شوية سهل. آه شوية صعب. ولكن خصك غير تعرف الطريقة باش تفهمو عرفتي الطريقة غاتسهل عليك الامور ويجيوك ساهل المهلة بقا تقول تاهو هادو هادو ساهل المهلة مع ايكول جبيرة خصك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش يوصلك الجديد ديالنا ودعمنا بلايك حنا غنشرحو لك بطريقة وبيداغوجية ومنهجية بسيطة عدد عشرية يجيوك ساهل ان شاء الله صافي يلا لنبدا على بركة الله لنفهم ونطبق قال لكم لي نومبغ ديسيمون بريزونطاسيون ليكتور اكريتور باقي العدد بديت تخدمو بيهم بالبدايه الى ما عرفتش الدرس هذا ما يمكنلكش تخدم بهم تقدر بهم عملية الجمع وعمليات الطرح وعمليات عمليات... ها اذا خصك تعرفهم في الاول لنساعد عائشه على قراءة وكتابة طول كل قطعة بالسنتيمتر وبالميليمتر ضربها بضربة شوف معايا مزيان انا نفهمك عندك هالقطعة ديال ا من هنايا حتى لهنايا هي, هي شحال فيها من هنا لهنا بالسنتيمتر ها واحد ها جوج ها ثلاثة ها اربعة ها خمسة ولكن وصلت لخمسة لا ها في وصلت ما وصلش خمسة إذا عندنا أربعة ولكن هنا أربعة سنتيمتر وهاد الأجزاء هادو ديال الأجزاء هادو بالميليمتر إذا هادو هما الأعشار ديال السنتيمتر أعشار سنتيمتر هما المليمتر يعني أعشار ديالو هي الأجزاء البسيطة ديالو عشرة منو عشرة منو عشرة من سنتيمتر واحد هو ميليمتر 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 عشرة دالمليمترات كيساويونا واحد سون سنتيمتر, سنتيمتر. اذا شحال من اربعة سنتيمتر معروفة و هي خمسة هنا ها ستة, ستة مليمتر نمشيو على بي واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ها ثمانية 8 ثمانية 8 وصلت وصلت إذا إذا لها سنتيمتر هما هي مزيان 8 سنتيمترات والاجزاء ديال السنتيمتر هما المليمتر هما اش واحد اثنان ثلاثه اربعه خمسه آه، واحد اثنان ثلاثه اربعه خمسه انا خمسه ياه. سته سبعه هما بحال فيهم شي شويه هنايا ثمانيه تقول ثمانيه فهمتيني؟ بنات يعني واحد واحد انا قلت اربعة هنا ستة هنا تمانية لا ميمكنش الا قسم هما هاد السنتيمتر ولكن مقسمش مزيان خصو يكون هنا واحد سنت... واحد مليمتر جوج ثلاثة هنا هنا الخمسة خصو تكون خمسة ناقص واحد هنا انا راه ناقص هاد المسطرة هادية ولكن حنا ماشي مشكل حنا كنحسبو داكشي اللي عندنا مثلا تقول هاد الخمسة هادي ستة سبعة هنا تكون سبعة ولا ثمانيه حنا نعتبروها كثمانيه هتبقى غير سنت واحد كل هتبقى تاع سنت... واحد اذا نقول هنا تسعد ثمانية سنتيمتر و 8 مليمتر نمشيو للسنتيمتر شحال فيه السنتيمتر هنا شحال قالك قراي لي لينا مثلا ها هي سنتيمتر و آه ت... تحت خمسة خمس... آه. أربعة, أربعة. ملي... هنا خمسة مليمتر وهنا غير أربعة أربعة مليمتر هذه آه. دي القراءة ديالو صافي إذا دي القراءة ديالو شوية تنظر سهلة نشوف بهاد الطريقة هدايا نحول الأطوال إلى سنتيمتر بالجدول بالجدولين حولهم سنتيمتر متخليهمش على المليمتر حولهم كلهم هذاك المليمتر حولو للسنتيمتر نحول إذا كما في المثال عندك أنت ديسيمتر عندنا شي حاجة أنت ربعة سنتيمتر وستة مليمتر في الأرض عندنا ديسيمتر كاينة كاينة وصلنا للديسيمتر؟ لا لا عندنا سنتيمتر شحال أربعة وعندنا المليمتر شحال ستة ها آه. بحال هاد الطريقة نمشيو تاني نمشيو لبي شو ما يبي مزيان انت بي شحال عندنا بي م... آه... سنتيمتر و تمنية مليمتر إذا هنايا صفر صفر ها آه. سنتيمتر ثمانية. مليمتر ثمانية. نمشيو شحال فيها سنتيمتر سنتيمتر و دي آه. هنا الجزء الجزء العشري اجزاء المئة شتي هنايا والاعشار حطينا فيها ستة الجزء الصحيح من العدد هو الوحدات والعشرات هي الاربعة والصفر هنايا هنا ملي درنا هنا صفر اربعة فاصلة ستون سنتيمتر تساوي هي اربعة فاصلة ستة سنتيمتر بهذه الطريقة اذا شنو غنديرو هنايا اذا نكتبو هادي مكتبناهاش حكت? ديسيمتر صفر سنتيمتر ستة ستة والمليمتر أربعة أربعة نحسبو بحال بحال حل... اللي مكتوبة هنا مكتوبة هنا ها في الواحد ات... إذا ثمانية في الواحد حيت ات... ثمانية وحد... سنتي صون... سنتيمتر وثمانية الأخرى فين في الأعشار ديال سنتيمتر هنا نزيدو صفر هنا ونزيدو صفر هنايا يعني. صافي ثاني بالنسبة لهادي عندنا ستة فش في سنتي هي في الوحدات صحيحة الجزء صحيح هنا صفر هنا شحال كاينة أربعة. الميليمتر الاعشار هو أربعة. أربعة. هنا صفر عندي نفس الطريقه هنايا اذا ها هو هذا العدد صفر ثمانية فاصلة ثمانون فصيلة. سنتيمتر شو كتساوي؟ كنضربوا على هذا وكنضربوا على الصفر حيت جاو من هنا وجاو من هنا ما جاوش لداخل لداخل لا إذا نديرو هي ثمانية فاصلة ثمانية هاش سنتيمتر سنتيمتر ثاني هنايا صفر ستة فاصلة أربعون سنتيمتر تساوي كنضربو الصفر أو على الصفر تساوي أربعة وستة أه ستة فاصلة أربعة سنتيمتر ركزو ركزو إذا كنقولو لو فكك العددين بي وسي كما في المثال عندنا أ فككنا شنو قلنا له كيشوف التفكيك ديالو كيداير أ أه قلنا هاد أربعة فاصلة ستة سنتيمتر أربعة فاصلة سون أربعة فاصلة ستة سنتيمتر شنو كتساوي العدد الصحيح كنفكو هذا كتجيبو هنا كنفكو هنا وستة شنو كتساوي لنا هي أجزاء العشرية هي أش هي ستة على ستة على عشرة حقاش ستة على عشرة شنو هي ستة على عشرة هي صفر فاصلة صفر فاصلة ستة, ستة. ستة. كتساوي أربعة زائد صفر فاصلة ستة امشيو ثاني لبي شنو هو بي شنو كيساوي لنا بي هو 8.8 تساوي تساوي ا آه العدد الصحيح 8 8 زائد زائد هاد فاصله 8 شنو هو 8 على على 10 8 على 10 هو هذا دائما تعقلوا عليه هنا نقول لك شوف مزيان واحد على عشرة شنو كيساوي لنا صفر فاصلة واحد اثنان على عشرة كيساوي صفر فاصلة اثنان ثلاثة على عشرة تساوي صفر فاصلة ثلاثة أربعة على عشرة تساوي صفر فاصلة أربعة خمسة على عشرة تساوي صفر فاصلة خمسة ستة على عشرة تساوي صفر فاصلة ستة سبعة على عشرة تساوي صفر فاصلة سبعة ثمانية على عشرة ثمانية 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 على عشرة تساوي صفر فاصلة ثمانية تسعة على عشرة تساوي صفر تسعة جيد من واحد على عشرة حتى سود على عشرة كلهم هكا ديما صفر فاصلة كدا صفر فاصلة واحد صفر فاصلة جوج صفر فاصلة ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تسعة إذا كنظن مفهومة إذا ثمانية على عشرة شنو كتساوي هنا نقولوا ثمانية كتعاود هنا زائد ثمانية 8 على عشرة قلنا شناهي كيما لكم هنا ثمانية على عشرة هي صفر فاصلة ثمانية ثمانية سي صح سي شو كتساوي أر... أه... ستة فاصلة أربعة سنتيمتر تساوي بلا سنتيمتر سنتيمتر عاد كيجزؤها تساوي تسوي... شنو؟ هي الجزء الصحيح شنو هو؟ ستة ها الوحدات هذا هو الجزء الصحيح هو ستة كتسمى الجزء الصحيح زائد 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 أربعة على عشرة. عشرة. إذا هذيك صفر بس هل الصفر فصيلة أربعة؟ هاد أربعة هي أربعة على عشرة تساوي؟ تساوي ستة زائد صفر. أربعة على عشرة كم تساوي؟ هي صفر فصيلة أربعة. فصيلة أربعة. جيد؟ أكملوا كما في المثال من صفر حتى الواحد جزؤه جزء صافي ها هو الجزء من صفر حتى حتى الواحد جزء بحال تقول لنا صفر فاصلة واحد صفر فاصلة اثنان صفر فاصلة ثلاثة صفر فاصلة أربعة صفر فاصلة خمسة صفر فاصلة ستة صفر سبعة صفر ثمانية صفر تسعة واحد إذا ما بين, ما بين واحد وما بين صفر واحد راه أجزاء عشرية صغيرة هما هادوك الأجزاء اللي كنعرفوهم هنا إذاً هي واحد على عشرة اللي حتى كتساوي حنا كامل باش تفهمو ما يمزين اللي هو واحد على عشرة كيساوي صفر فصلة فاصلة اه. واحد فاصلة كتنسي الفاصلة ولي فاصلة فاصلة إذا هنا اثنان على عشرة اللي هي صفر فاصلة هنا ثلاثة على, على عشرة, عشرة. عشرة اللي هي صفر فص... آه فاصلة ثلاثة هنا أربعة على عشرة اللي هي صفر فصيلة أربعة هنا خمسة على عشرة اللي هي صفر طيب فصيلة كلهم كنزيد نشرح لك مزيان اللي هو صفر خمسة هنا ستة على عشرة اللي هي صفر فصيلة ستة هنا سبعة على عشرة اللي هي صفر فاصلة سبعة هنا تمانية على عشرة اللي هي تمانية فاصلة صفر فاصلة تمانية ركزي لينا تسعة على عشرة اللي هي صفر فاصلة تسعة عاد واحد دونك فهمتيها مزيان اه اكملوا كما في المثال الثاني قال هنا هنا من خمسة حتى لستة ثاني أجزاء عشرية بيناتهم يعني خمسة فاصلة واحد خمسة فاصلة اثنان خمسة فاصلة ثلاثة خمسة فاصلة أربعة خمسة فاصلة خمسة خمسة فاصلة ستة خمسة فاصلة سبعة خمسة فاصلة ثمانية خمسة فاصلة تسعة عد ستة إذا خمسة زائد كنزيدو عليها زائد, زائد، واحد على عشرة قلنا واحد هي هي سر فاصلة واحد إذا هي خمسة فاصلة واحد هنايا آه. ما يقدرش سميتو غير اللي بأبسهم خضراء إذا هي هنا زائد هنا هنا بحال هنا واحد على زائد واحد على عشرة هنايا زائد واحد على اثنان على عشرة هذه هي ثلاثة هنا ثلاثة على عشرة إذا نقول هنا خمسة زائد زائد ثلاثة على عشرة شنو كتعطينا؟ كتعطينا خمسه فاصلة على عشرة شو ممكن هي صفر فاصلة ثلاثة إذا هي ثلاثة. خمسة ثلاثة هكذا ثم هنا نقول هنا أربعة على عشرة هنا خمسة على عشرة اللي هي خمسة, خمسة زائد, زائد خمسة على عشرة كتعطينا خمسة فاصلة خمسة زائد هنا ستة على عشرة هنا سبعة على عشرة اللي هي هي خمسة زائد سبعة على عشرة كتعطينا خمسة فاصل ما عطاوناش هنا طبعا شنو ولكن هنا عطاونا في هادي ماشي مشكل خمسة فاصلة آه خمسة فاصلة سبعة نمشيو هادي اللي عطاوها ثمانية هادي على عشرة اللي هي هي خمسة, خمسة زائد 8 على عشرة كتعطينا خمسة هي هادي آه كتعطي كتعطينا خمسة فاصلة ثمانية اللي هي الحمراء هذيك صافي هي اللي كتساهم وأخيرا هنا لنا تسعة على عشرة كتعطينا خمسة آه. تسعة. آه. تسعة تسعة على عشرة كتعطينا خمسة زائد تسعة على عشرة اللي هي خمسة فاصلة تسعة عاد كتجي ستة إذا أثبت تعلماتي أجزاء المئات هما هادو ولكن غا صفر في الأخر كنضربو عليه أعشار أعشار كتسمى الأعشار هادو هما الأعشار لو آه لو أو كلها. عشر كلها لي ديزيام عشر لو ديزيام والعشر كلا لي هنا الوحدات 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 لينيتي 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 هنا العشرات آه شنو لي دي ديزيان 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 أن أن عشرات ديزيان ديس ديزيان مئات سنتيان سنتيان هنا بعد الفاصل ها الفاصله هي هذه الفاصله بعد الفاصله كيكون الجزء العشري اعشار اجزاء المئات قبل الفاصله الجزء الصحيح وحدات عشرات مئات ثلاثة 3.5 3.5 او ثلاث وحدات وحدات و5 اعشار اذا العدد العشري هو لو نومبر ديسيمال الجزء الصحيح هو لا بارتي